قال تعالى إن الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. في ناس عبدت الشيطان فعلا، بس هو مولانا يعني في أمل، لأن الله قال ورحمتي وسعت كل شيء، إن الله يغفر له بالنهاية الإبليس. لا كيف قد أضل العباد، الآية ورحمتي وسعت كل شيء، أول من كفر كل شيء يقبل المغفرة. يعني مثلا المسجد يقبل 1000 مصلى و 10,000 مصلى، يبقى يدخلوا غير المسلم؟ بس هو قال لأغوينهم، هو يعني هو غوانه، مو احنا اللي قلنا له، هو اللي أغوانه. قال ليش يطيعون البشر ويدسون الرب؟ إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه. قبيله من الجن. الله، هو أبو الجن. إن منا الصافون ومنا مسبحون.